من بيروت إلى كافة المناطق اللبنانية انطلقت جمعية غراس لتنمية المجتمع، حاملة رسالة اجتماعية لتزرع الخير بأكبر عدد من البيوت المحتاجة. 4 سنوات من غرس العطاء ومد يد العون للعائلات اللي عم تغرق ببحر الفقر والحرمان، والخير لقدام. فللسنة الثانية على التوالي تقيم جمعية غراس إفطارها السنوي بأوتيل لبريستول بحضور أكثر من 500 شخص من داعمي مشاريع الجمعية. عادة لما يغيب المعيل عن البيت فالعائلة معرضة لكثير من الأزمات اللي ممكن تأثر على مسيرتها، فمن خلال هذا البرنامج نحن نحاول نأمن كثير من المهارات اللي تساعد المرأة على فن إدارة بيتها وإدارة وقتها. بكف المجالات، مش بس المجال المادي، يمكن حتى المجال المعنوي، يعني قد ايه هي بحاجة لدعم نفسي هيدا المرأة اللي بتفقد المعيل، يعني مش بس الدعم المادي، الدعم المعنوي، الدعم النفسي، حتى الدعم الاجتماعي، انه هي ترجع تنخرط بمجتمع. صار عندنا شراكات مع وزارة الشؤون اللي هي بنعتبرها راعي الأم، صرنا مقصد لكل عائلة، صرنا صوت كل حدا محتاج. وصلنا على عكار، وصلنا على برجة، وصلنا على صيدا. بنحاول ان هذه العائله ما تنضل انه والله نحن عم نامن لها شيء، لا، بنحاول ان نامن لها مثل مهنه، دورات تقوم فيها، هيدي بعدين تقدر تصير قادره انها تنتج منه. ما لنا بحاجه لناس يعيلوها، لا، هي بتصير تصرف على عائلتها. غراس لتنمية المجتمع بتواصل جهودها ببرامجها الأربعة: عطاء، ثمار، أفاق ولمسة. تعمل بالتعاون مع جمعية أخرى برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وبتصب اهتمامها على دعم المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا. وقت تعطي شخص تياب أو أكل أو حتى شيء كتير بسيط بيكون لقليك، بس عن جد بيأثر فيهم كتير، فهي بس الضحكة أو الفرحة اللي بتعمليها. جمعيات كتير، يعني نحن بنفتقر في مش كتار هني قليل، وجمعياتنا بالعدد كتار، بس اللي على الأرض اللي عم يشتغلوا قليل معدودين. هاي الجمعيات هي عصب المجتمع، وهو هاي التلاقي والمحبة بين الناس. لازم جمعيات تندعم من المؤسسات الخاصة والعامة وبصورة خاصة الدولة. هي عم تقوم مكان الدولة وعم تجي بتشتغل على السلم وبتدعم الفقير وبتدعم المحتاج.